خلينا ننتقل للنادي الاهلي، وعلى المستوى قبل ما نتكلم عن الدوري المصري نتكلم عن الاهلي وفيتا كلاب وفوز فيتا كلاب على ملعبه بين جماهيره على الاهلي بهدف نظيف. المباراه اللي جرت بين الفريقين بالامس، راي حضرتك ايه؟ انا كنت شفت حته من المباراه، شفت يعني اغلب الشوط الثاني، فانا يعني انا بقوله كان الاهلي بيلعب احسن، انما اللي انا شفته ما كانش بيلعب. انا شايف ان انا قبل ما يجي الجون ده شايف ان يعني ان فكره ان انا عايز العب ودافع او ان انا عايز اخد نقطه، انا عشان اوصل للتعادل لازم اكون انا. الاهلي كان قدامه فرص كان يكسب الماتش حسب ما قريت، ضيع اكتر من فرصه في اللقاء ده يعني. ضيع فرص دي نمره واحد. نمره اتنين انا ما اعرفش ايه حكايه الملعب، يعني الملعب بالسوء ده واضح انه بالسوء، لان حتى الفرقه فيتا كلاب برضه يعني ما بيلعبوش، يعني طبعا الكره بتنط على طول. وبعدين انا سالت حد كان لعب على بيعملوا ايه، هم طلع ان الملعب لما بالنجيل الطبيعي الصناعي ده اما بيبوظ بيحطوا له ربر فوق منه، طبقات ربر، فبتطلع فبتعمل مشكله للعيبه، يعني اللعيبه، انما ده ما ينفعش ان احنا نبقى بالشكل ده. خلاصه الكل، الاهلي ليس امامه يوم السبت اللي جاي ان شاء الله الا الفوز ان شاء الله على فريق شباب الساوي، عشان ما يخشش بقى بايه في حسبه ثانيه، عايز كالكوليتر عشان تحسب، انما هو ما قدموش الا الفوز. يقدر يفوز يقدر، امكانياته اكتر من فرقه، بس الفرقه الثانيه دلوقتي بقت عندها كام نقطه؟ 8 نقط باين فرقه الجزائر، يعني هو عايز نقطه بس يضمن العالم. وهو متعود اصلا هو عشان ملعبه صغير وعشان كده بيلعب على ملعبه بيكسب، ده الاهلي فلت انه اتعادل هناك، يعني هو كسب ماتشين على ملعبه او 3 ماتشات على ملعبه كسبهم هو. فهو الفرقه دي انا بعتقد هتيجي تعمل لبش في الاول، مرتاح وما عندوش مشكله، خدت بالك؟ وليس امام الاهلي الا الفوز. النقاط دلوقتي شبيبه الثوره 5، الاهلي 5، 7، فيتا كلاب 7، سيمبا 6، ده النقاط حتى الان. المركز 1 الاهلي 7، يعني شبيبه الثوره ده في حاجه طيب هو ده اللي موجود عندنا، ونراجع مع زملائنا في الكنترول. اعتقد دي نتائج المباريات، يعني الاهلي هنا 7 نقاط وبعد اللعب 5 مباريات. طبعا حضرتك بتتكلم عن انه كان هنا لعب 4 و4 بعد ماتش الاهلي، هنا في مباراه لسيمبا ومباراه لشبيبه الثوره، لان كل فريق لعب 4 مباريات، سيمبا 6، يبقى بحسابات حضرتك طبعا صح. 8 بعد المباراه الخامسه، هو دلوقتي بعد تساوي كل الفرق 8 نقطه، هو عايز نقطه، يعني لو لعب على التعادل وخد نقطه عدى. طب اقول لحضرتك بمنتهى الصراحه، الجمهور زعلان لسبب، ثقه في قدرات اللاعبين اللي وفرها الجهاز والفني، توفر له عناصر كتير جدا متميزه، النادي ومجلس الاداره والمسؤولين والمشرفين على الكوره بقياده الكابتن الخطيب عملوا صفقات مميزه جدا غيرت من شكل الفريق فنيا. الكل بيجمع على ان لاسارتي مدير فني كفء، والناس كانت بتتكلم عن ان الاهلي يقدر يحسم التاهل وتخطي دوري المجموعات المباراه اللي قبل اللي فاتت لو فاز بيخسرها برضه. طب الجمهور زعلان حقيقي طبعا، ولحق لو لحق. انا لغايه دلوقتي مش قادر اعرف ليه، بس انا افهم ان واحد يبقى وحش غيرته وموفق عادي انك انت تبقى مش في يومك، انما مثلا يبقى 8 لعيبه مثلا مره واحده يبقوا كده، انا مش عارف يعني اللي يقدر يجاوب لنا على السؤال ده المدير الفني الحقيقه. انا ما اقدرش اعرف ان ازاي، انما على فكره دي مش يعني هي دي من ضمن ملامح الكره المصريه، ودي عادتنا مش هنشتريها، انك انت تبقى كويس جدا في الماتش. يعني الاهلي اخر ماتش في الدوري عامل ماتش غريب هاي جدا، كسبان 4 وبيلعبوا كويس، يعني بتلعب كويس وعامل رومان مش عارف ايه، نسوا كل الكلام ده، يعني ايه اللي حصل؟ انا ما اعرفش. فده سؤال، هو اللي توقف رصيده هنا عند 6 نقاط سيمبا، شباب الثوره بعد المباراه الخامسه بقى 8 نقاط، فيتا كلاب 7، والاهلي 7، وكده كل الفرق لو حسبنا لكل الفرق لعبت. الاهلي يكسب بقى الماتش ده اللي هو في العرب، ماتش يوم السبت ان شاء الله، وامكانيات يعني بكل المقاييس وبكل حاجه وكل الكلام ده كله بكل الحسابات، الاهلي يكسب طبعا بواقع عايزين القوة في الفريق. في الفريق يعني مش هتكلم على الخبرة والكلام ده والتاريخ، لا بعيد عن الخبرة وعن الكلام ده، بقول يكسب هو. وما قدموش اللي هو يعمل ده، ما قدموش، ولعيبة الاهلي لازم تبقى فاهمة ده، وانا بتصور انه يقدروا يعملوا ده ان شاء الله. هو لما بقول لحضرتك لما بيبقى في عتاب من الجمهور او زعل على نتيجة مباراة رغم التأكيد على ان الكل اجتهد ويعني كان عنده رغبة في الفوز، الجهاز واللاعبين والمدير الفني أكيد كلنا عندنا نفس الرغبة في الفوز وحسم الأمور مبكرا، لكن الجمهور بيبقى على ثقة حتى أن الأهلي إمكاناته أفضل من كل فرق المجموعة، بالحسابات التسويقية لقيمة اللاعبين، بالخبرات الدولية عند أكبر عدد من اللاعبين في الأهلي، بالإمكانات الفنية لعدد من نجوم الفريق سواء المصريين أو المحترفين الأجانب، عشان كده الجمهور بيبقى زعلان لأنه عارف أن قوة فريقه أعلى. هو بس كان لازم حد يقول لمستر لاسارتي ان احنا عندنا في ثقافتنا الكرويه المتوارثه من 500 سنه
ان احنا الماتشات اللي بره ديت اما نتغلب جون يبقى رضا. يعني ده ثقافه عندنا. يعني طب انا ايه اللي هنا ولا بره؟ ما هو ده ملعب وده ملعب، هتقول لي حر ولا محر ايه؟ هذه ثقافه عندنا. حضرتك لسه بتتكلم عن ان مان يونايتد كسب 3-1 بره في فرنسا. ده ثقافه عندنا، دي ثقافه عندنا، لازم كل اللي احنا عندنا اللاعبين المصريين كده، يعني حتى مأثره على لاعبتنا اللي في المنتخب. الحكايه دي ان انا ان دايما ان انا يعني بره لا 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 ده انا عايز ايه، احنا رايحين في العابنا. لا على اي حال وصلت الامور لده، يقدروا يعملوا ده، يقدروا هم امكانياتهم يقدروا يعملوا ده، بقدراتهم الكامله يقدروا يعملوا ده، بان هم بيلعبوا في نادي كبير يعملوا ده، بان هم قدامهم بطوله لابد ان هم في متناول ايديهم. وانا بقول ان بطولات افريقيا مع احترامي حتى السنه دي الترجي وتونس والمغرب الانديه بتاعتها الوداد والترجي احسن حالا من ايام البداية. ومع ذلك احنا المفروض ان بطوله افريقيا كل 10 سنين تضيع مننا مره من مصر، المفروض كده. حضرتك شايف عموما ان المستوى الفني للابطال المصريين وفي مقدمتهم الاهلي وباقي الفرق المصريه اللي بتشارك في البطولات الدوليه او البطولات الافريقيه والقاريه افضل من الفرق العربيه؟ وهي طبعا 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 يعني، وده الميزان يعني. يعني حتى الاسماعيلي لما لعب وشارك وفي ظروفه الصعبه اللي هو فيها وكلام، لا يعني انا شايفه لعب وعمل بظروفه صعبه الاسماعيلي. فرقه نصات باعت والنص الثاني ما اعرفش راح فين والنص الثالث فين، يعني ظروفهم صعبه صعبه صعبه، ومع ذلك انا رايي انه ما خرجوا بشرف من البطوله. من البطوله طبعا. طيب برضو الناس بتسال، ان شاء الله باذن الله احنا هناخدها خطوه خطوه ونتكلم ما نسبقش الاحداث، لكن باذن الله لو ربنا وفقنا وتخطينا عقبه شباب الثوره وفزنا يوم السبت وتاهلنا، في ناس بتتكلم انه لازم اللعيبه والجهاز الفني هم يقفوا مع نفسهم وقفه لإعادة تصحيح الأمور، لأنه ما نحتملش الهزات الفنية اللي زي دي فيما بعد دوري المجموعات، بيبقى تعويضها صعب، إن لازم التركيز يبقى أعلى في المباريات اللي هي بقى خلاص مباريات كؤوس. رأي حضرتك؟ أنا في رأيي إن يعني إن يتسأل لاسارتي، يتسأل أنت عندك مشاكل؟ حاجة مضايقاك يعني؟ أنا رأيي أنا إن أنا أشوف بس تعدت المرحلة دي، ونحن لازم نعرف إن كانت في ظروف صعبة جدا جدا جدا، وكويس ان الامور مشت كده، وحمل زايد على الفريق زي يعني لعبوا كتير مجهود كتير وحاجات، وبعدين لحموا الموسمين ده، خلصوا بطوله افريقيا ولعبوا بطوله افريقيا في نفس الشهر. ففي حمل ده، في جهد يعني ده موجود، والاصابات حاجات كلها خارجه عن الاراده. انما برضه نسال ان في حاجه ثانيه، لان لابد ان يبقى في تفكير ثاني ورؤيه ثانيه في المساله، لان برضه هيلعب على فكره في وسط زنقه، يعني اللي جاي مش ما فيهوش راحه. يعني زي هي الفتره دي بس اللي ما فيهاش اللي بتاعت المنتخب دي اللي بس، ان بعد كده انت برضو في نفس بس الزرق. دي فرصه فتره اعداد المنتخب لكاس الامم برضو هتخلي الفرق تلتقط انفاسها، واكثر الفرق مش الفرق كل الفرق الاهلي الفرق الاهلي كان مضغوط، ما فيش الا الاهلي بس، ومحدش لاعب مضغوط يعني قدر من الراحه الفريق فعلا. فهي دي كده تيجي كده، فهي تسال يشوفوا ايه. انما هم طيب على مستوى الدوري الجمهور بقى على النقيض فرحان جدا بمسيره الاهلي واستقرار نتائجه، احنا اتفقنا من اول يوم اتكلمنا فيه قلت لك الاهلي عايز ياخد الدوري يكسب كله ماتشاته بس، ماليش دعوه بحد، هتكسب اكسب ماتشاتي اكسب الدوري. ما حضرتك شايف الفرصه قائمه والاهلي بس طالما انك انت عندك حسبه ان انا لو كسبت كل مش هكسب دوري، يعني انا مش بنعظم، عايز تكسب الدوري اكسب ماتشاتك كلها. طب وفنيا راي حضرتك ايه؟ لا انا شايف ان انا شايف ان فنيا طبعا بقى في شكل احنا كنا يعني المساله كانت في حته ثانيه خالص. لا بقى في شكل، الفريق شكله اتحسن كتير، بقى في شكل الفني بقى في شكل. خلي بالك، وبعدين هي مشكله، انت في قيد افريقيا فيها مشكله، انت عندك مشكله في حراس المرمى. انت عندك مشكله في حراس المرمى في افريقيا، انت ما عندكش حد متقيد في افريقيا. اسمه ايه ده لما الشناوي اتعور، كان الراجل لطفي، علي لطفي بيلعب، مفيش الا هو. يعني لو اتعور يبقى انت بقى تقف جون، اي حد يقف جون بقى خلاص من الفرقه. يعني انت لاعب مش حارس مرمى اللي هيقف جون في الحاله دي. وحتى كان رؤوس اظن كان هو اللي بيقول لي ان رمضان صبحي هو اللي هيبقى يعني هو اللي هيبقى يعني. فانت عندك ظروف استثنائيه غريبه جدا جدا يعني. يعني حتى امبارح لما الشناوي اتعور برضه حاجات غريبه جدا يعني، ده انت ما حلتكش اللي هو فيعني. لا بس هو تبادل الادوار هو وشريف اكرامي في الفتره اللي فاتت، يعني اعتمد لاسارتي عليهم في اكتر من مباراه، مباريات على شريف بس ما اكرامي الاخر عنده مزق في السمانه ومش عارف ايه. حضرتك بتقول الاصابات جايه في نفس المركز، مركز حارس يعني. انا عايز اقول الظروف الصعبه، في ظروف صعبه بالتاكيد يقدروا لعيبه الاهلي يعدوا الظروف دي، اعتقد بخبراتهم يقدروا يعملوا، لانه قبل كده في ياما كان في ظروف اصعب من ديت وقدروا ان هم يحققوا فيها بطولات.